مشاهدينا مشاهدي قناة تانية في كل مكان، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة على أرض مصر. حلقتنا لهذا اليوم حلقة الأربعاء 16/28/23، نتحدث عن شارع المعز، أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، 29 أثر مهم في أكبر متحف مفتوح، جهود الدولة في ترميم شارع المعز لدين الله الفاطمي، شارع المعز علامة مميزة في الآثار الإسلامية في مصر والعالم، شارع المعز والترويج السياحي لمصر، شارع المعز مركز للإبداع والفنون التراثية. هيكون لنا كلام برضه عن افتتاح مسجد الأقمر في شارع النحاسين، حيث يعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أقدم شوارع القاهرة الفاطمية وأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية ومركز للإبداع والفنون التراثية ومنارة حضارية تزداد سحرا وجمالا على مرور التاريخ. يمتد شارع المعز من باب الفتوح وحتى باب زويلة، بيمر مناطق النحاسين، خان الخليلي، منطقة الساغة، الغورية، الفحامين، زوال المدق وأيضا السكرية. بيضم الشارع مجموعة من أروع آثار مدينة القاهرة، بيصل عددها إلى 29 أثر، بتعكس إبداع كامل عن مصر الإسلامية. أنا بيسعدني يكون موجود معايا لهذا اليوم أستاذ محمد خليل عطية، مفتش آثار بوزارة السياحة والأثار. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا فندم، منورنا ومشرف. أهلا وسهلا. خلينا نروح بداية على طول، يعني نبذة سريعة تاريخية عن شارع المعز وما يحتوي من آثار هامة للغاية وتحمل في داخلها أهمية تاريخية كبرى. تفضلي. شارعنا شارع المعز واحد من أكبر شوارع العالم كمتحف مفتوح للآثار الإسلامية، بيضم زي ما حضرتك قلت 29 أثر متنوع ما بين أثر حربية، مباني حربية، مباني مدنية، مباني خيرية. فهو متحف لتعليم ومدرسة لتعليم الفن، العمارة على مر عصور في التاريخ الإسلامي. الشارع بتاعنا هو القصب العظمى، هو الشارع الأعظم، هو الشارع الأوسط اللي كان بيقسم مدينة القاهرة اللي بناها الحلواني بتاعنا جوهر الصقلي من 1054 سنة فاتت. سنة 969 ميلادية جوهر الصقلي جه هنا مصر، احتل مصر بمعنى أصح وعمل دولته الجديدة وأنشأ عاصمته الجديدة وكانت مدينة القاهرة. ساب العواصم الثلاثة اللي فاتت الفسطاط والعسكر والقطائع وبيعمل عاصمة رابعة اللي هي عاصمة القاهرة. مدينة القاهرة في ذلك التوقيت، مدينة القاهرة في الوقت ده كانت هي المدينة اللي بعد كده اللي اتخذ الفاطميين كمنارة لدولتهم، كعاصمة لدولتهم الدولة الفاطمية، اللي منها هيفتح العالم الإسلامي كله وهتكون مقرها مدينة القاهرة. ده اللي كان رؤية جوهر الصقلي ورؤية الخليفة المعز لدين الفاطمي. الشارع بتاعنا زي ما حضرتك قلت ان هو بيضم من شمالها من باب الفتوح لجنوبها باب زويلة 29 أثر متنوع ما بين أثار متعددة. المدينة القديمة مدينة القاهرة كانت متحوطة بسور من الطين اللبن لحد نص الدولة الفاطمية للخليفة المستنصر، ومن هنا المدينة بدأت تتداعى في نص الدولة بعد 80 سنة من التأسيس. بيبقى شارع الرئيسي بتاعنا هو شارع المعز، وعلى جانبينه الآثار الفاطمية المختلفة، وفي وسط شارع المعز بنشوف عندنا أثرين كبار جدا كانوا القصر الشرقي الفاطمي والقصر الغربي الفاطمي، وكان ما بينهم المنطقة ديت بتسمى بين القصرين اللي نوه عنها طبعا في رواياته نجيب محفوظ اللي بين القصرين. شارع المعز بيتقسم حسب المهنة المنتشرة في المنطقة دي في الشارع ده، وعشان كده نشوف المنطقة اللي جنب باب الفتوح بيسميها العامة بسوق الليمون والزيتون، ودي كانت مشهورة جدا ببيع الليمون والزيتون في ذلك التوقيت، في ذلك واستمر لحد الألفينات 2000 و2004 كمان. جميل. كان لسه بيتباع. يصنف شارع المعز على ان هو منطقة سياحية من الطراز الأول، يعني بيضم الكثير من الآثار، ويعني خلينا نقول متحف مفتوح للآثار الإسلامية. حضرتك تحدث عن 29 أثر، ازاي انا هقدر استغل مكان زي شارع المعز علشان خاطر ازود من سياحتي الوافده؟ يعني اي حد راح شارع المعز يشوف يعني اعداد كبيره جدا من السياحه الوافده، اجانب كتير جدا موجودين ويسمعوا الحقيقه وعندهم يعني خبره كبيره في شارع المعز، بيجين بشار كامل وكان يعني موضوع على الخريطه السياحيه بتاعتهم. ناهيك طبعا ان المصريين من عشاق شارع المعز وسهرات شارع المعز وكرنفالات شارع المعز، المكان ليه طبيعه خاصه وليه هويه خاصه وليه مريدين الحقيقه من كل انحاء العالم. شارع المعز قبل 2004 كان صعب جدا بالترويج ليه، لكن من بعد 2004 وبعد الترميم اللي حصل
التحور اللي تحور شارع المعز من شارع كان صعب قوي ان الواحد يمشي فيه للنقل الحضريه اللي اتنقلت شارع المعز. الارضيه كلها اتغيرت من اسفلت اللي بازلت البجع تاني لقديمه، فبدا ان الاثار كلها اللي كانت في شارع المعز وعلى خط المسار شارع المعز كلها اترممت 2004، ومن هنا بدا فعلا الترويج لشارع المعز كاكبر متحف الاثار الاسلاميه، متنوع طبعا في العماير المختلفه من اسوار لمباني المستشفى زي بيمرستان ألوون كأول وأكبر مستشفى في مدينة القاهرة اللي عملها جور الصقلي. عندنا منشآت خيرية زي السبيل عبد الرحمن كتخوذ، سبيل سليمان أخذ صلاح دار. أسبلة انتشر كتير جدا في شارع المعز والشارع الرئيسي، يعني اللي يعدي لازم عايز يشرب مية فهيشربها مجاني. عملها طبعا الأمراء والوزراء الخلفاء اللي مسكوا البلد كتقرب لله. عملوا كمان مدارس وخنقوات لإيواء الصوفية المتصوفين المنقطعين للعبادة زي خنقات السلطان برقوق. فترويج شارع المعز اتحط على الخريطة السياحية، وحاليا مع اهتمام الدولة بصيانته ورفع كفاته بقى في عندنا رجل كتير قوي، في عندنا سياحة كتير قوي شارع المعز سواء كان صيف أو شتاء. صيانة وتعديل القاهرة الفاطمية مجهودات كبيرة جدا من الدولة عشان خاطر تغير في القاهرة الفاطمية وتعيدها إلى رونقها القديم. إلى أي مدى يعني ما تم من أعمال على أرض الواقع أفاد شارع المعز سياحي؟ احنا دلوقتي مع دعم القيادة السياسية للأثار وملف السياحة والأثار والاهتمام بالترويج السياحي لمصر خارجيا، مع اهتمام معالي الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى وزيري، واهتمام أو ترميم كل أثر ورفع كفاءته، مش بس ان احنا هنرمم الأثر ونقفله، لا، لإعادة استغلاله مرة تانية، وكمان الصيانة المستمرة للأثر ده بيحافظ عليه ان هو يفضل عمره مستمر للمدى الطويل، ان هو يفضل بكفاءته ويستقبل السياحة على على المدى الطويل. كمان الاثار بتاعتنا، وكان لسه من يومين بس بنفتتح معالي الامين العام مجلس الاثار الدكتور مصطفى وزير كان بيفتتح جامع الاقمر بعد ما فيش اقل من شهر كنا بنفتتح، معالي الامين العام كان بيفتتح برضو جامع الحاكم ومع معالي الوزير. احنا بنتكلم في كل شهر تقريبا بقى في اثر اسلامي موجود عندنا بنفتتحه بعد اعاده ترميمه. الدعم فعلا الامين العام ودفعه ان يحافظ على اثارنا الاسلاميه الموجوده، وان كل شهر يبقى في اثر واثنين بيترمموا ويعاد تفتحهم مره ثانيه. كنا لسه ما فيش فتره قريبه كانوا منتهين من ترميم والحفاظ ونقل قبه رقية دودو بعد ما كانت غرقانه في المياه الجوفيه وكانت حالتها الانشائيه كانت صعبه جدا، اتنقلت دلوقتي في مكان قريب جدا لنفس مكانها، واتعملت حفاظ على العناصر المعماريه اللي كانت موجوده والعناصر الزخرفيه، بقت حاجه جميله جدا. عندنا اكتر من اثر، خمس اثار في شارع السيوفيه. النهارده قريب جدا ان شاء الله هيتعمل مسار البيت من السيده نفيسه لحد السيده زينب. مسارات كتيره قوي في الاثار الاسلاميه بدات انها تتحط على الخريطه السياحيه. لسه كنا امبارح في فعاليه صلاح الدين الايوبي، رغم ان احنا في موسم صيف صعب قوي بالنسبه للاجانب، كنا بنشوف اعداد جميله جدا وكويسه قوي، ورجعت تاني ما شاء الله السياحه تاني. الناس بتطلعت على قلعه صلاح الدين الايوبي ولا قلعه محمد علي؟ يا جماعه لا، ده هي قلعه صلاح الدين الايوبي، ولكن المسجد هو مسجد محمد علي يعني، بس يعني الشيء مش صلاح الدين الايوبي يختلط على قلعه محمد علي، لا دي قلعه صلاح الدين الايوبي، ولكن المسجد هو مسجد محمد علي. هي اللي اختلط طبعا عشان وجود جامع محمد علي هو الاكبر في البين او في القلعه، كبيره من المتاحف جوه، حاجه رائعه. القلعة هي مقر حكم مصر من عصر الدولة الأيوبية لحد عصر أسرة محمد علي، فعلشان كده كل حاكم كان بيحكم كان بيبني فيها. والجامع الكبير بتاعنا، أما قلعة محمد علي دي القلعة المواجهة لقلعة صلاح الدين الأيوبي. أيوه صحيح، أتفق مع حضرتك. أرجع لشارع المعز من جديد، يعني إحنا عندنا سياحة أجنبية وعندنا سياحة عربية وعندنا السياحة الداخلية، المصريين النهاردة بقوا بيحبوا يروحوا ويقعدوا ويسهروا في شارع المعز. طيب، أكثر المزارات أهمية للسائح الأجنبي وأكثر المزارات أهمية من وجهة نظر حضرتك وانت قاعد موجود في المكان للسائح العربي، وأكثرها أهمية للسائح المصري لو حبينا نصنفها؟ يعني تلاقي الأجنبي مهتم بحاجة جدا، وهتلاقي السائح العربي مهتم بشيء آخر، وهتلاقي السائح المصري حابب أنه يكون موجود. يعني أنا عارف الأجواء شكلها بالليل والجو ممتع والسهرة جميلة، وهسألك وأقول لك المكان هناك أصبح يعني محتشد
اسمح لي يعني بالمقاهي وبالمطاعم هل في اي يعني خطوره على اثرنا من دخان المقاهي من دخان المطاعم؟ هل ده بيأثر ولا الاثر العش يعني 1400 سنه مش هيأثر في حاجه؟ احنا ناخد الجزء الاولاني من السؤال ان هو اهتمام السائح وتنوع تنوع السياح الموجوده في الشارع واهتمام كل نوعيه من السياح ديت باثر معين او بمكان معين. لا هو شارع المعز وحضرتك نوهت في الاول معرض متحف الاثار الاسلاميه احنا عندنا في شارع المعز لقالق في العماره الاسلاميه فعلا صحيح. عندنا اجمل سقف في العماره الاسلاميه كلها موجود في شارع المعز سقف خنقاء مدرسه السلطان برقوق موجود في شارع المعز عندنا اجمل وتاني اجمل متحف اجمل مدفن في العماره الاسلاميه كلها مدفن السلطان ضريح السلطان قلاون حاجه روعه في العماره عندنا واحد من معجزات الهندسه المعماريه الاسلاميه سبيل سليمان اغسطس الحضاري والصهريجي بتاعه اللي معمول محفور تحت الارض ب 11 متر تحت الارض وبيخزن اكتر من 3 مليون لتر ميه عندنا بيت السحيم واحد من ضمن نماذج البيوت الباقية لأن الباقي بالنسبة للبيوت كان قليل قوي في مصر فالباقي من البيوت زي بيت السحيمي بروعته بجماله بتعدد الطوابق بتاعته بتعدد كمان الغرف غرف شتوية وغرف صيفية عندنا سلاملك وعندنا حراملك عندنا قصر باقي من لما بتفتح من الزيارة وهرجع لهذا القصر لما بتفتح الزيارة لمكان زي بيت السحيمي يعني بيت السحيمي ليه طبيعة خاصة جداً وتنوع في الغرف وأدوار والسائح بيبقى عاوز يطلع ويزور وبص هل بيبقى فيه أي محاذير للحفاظ على هذا الأثر القيم للغاية محاذير الزيارة عدم خروج عن مسار معين الحركة مثلا بهدوء شديد عدم لمس المعروضات يعني حضراتكم بيبقوا إيه معاييركم ومحاذيركم الزيارة عشان تحافظ على هذا الأثر القيم جدا؟ احنا بالنسبة لبيت السحيمي طبعا زي ما حضرتك عارف ان البيوت الإسلامية زمان هي كلها مبنية على حوائط حاملة والتسقيف بتاعها هي عروق خشبية براتيم خشب فمن هنا لازم يكون العدد اللي طالع مثلا دور تاني هيبقى عدد مناسب مش كبير. لكل غرفة مش كبير. كبير ومش في وقت واحد لا طبعا مش في وقت واحد لازم نوزع على الغرف في عندنا الأمن بتاعنا بيوزع طبعا على الغرف المسارات الزيارة لازم يكون في المعارض الموجودة أنا في مسار زيارة همشي فيه أيوة. ما ينفعش أن أتخطى وارفع أو أطلع أتصور مثلا في وسط معروضات موجودة أو على فرش موجود ما ينفعش الأمن بتاعنا طبعا منتشر كاميرات مراقبة موجودة بنقدر ان احنا نوزع العدد الموجود لو كان جروب كبير ولا حاجة بنطلع مجموعة عشان ما يأثرش طبعا على الأسقف كمان الأرضيات بتاعتنا أرضيات برضو فيها نوع من الأنواع الرخام الخردة الدقيق فطبعا لازم نحافظ على الكلام ده في صيانة مستمرة كمان من الأثار الباقية القيمة للغاية فاحنا محتاجين الحقيقه احنا نحافظ عليها بشكل كبير جدا حتى لا تتاثر باعداد الزائرين وخاصه انه محط انظار الجميع. خلينا نطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع مره ثانيه نستكمل هذا الحوار. مكملين مع حضراتكم بعد هذا التقرير ويعني ما زلنا في اطار حديثنا عن هذا المتحف المفتوح شارع المعز حاجه رائعه اكثر من 29 اثر اهتمام عالمي وعربي ومحلي الحقيقه بالتواجد داخل شارع المعز ومشاهده هذه الاثار النادره. انا عايز اسال حضرتك يعني الدوله بتشتغل بقوه الحقيقه لترميم كل الاثار والقاهره الفاطميه تستعيد رونقها من جديد. شارع المعز يعتبر من اهم الشوارع على مستوى القاهره الفاطميه. النهارده خلينا اقول وبصراحه تنتشر المطاعم تنتشر المقاهي ويعني حضرتك تعلم الاجواء عامله ازاي. هل ده هيأثر مع الوقت مع الاستمراريه في ان هو ممكن يأثر على الاثر من الخارج خاصه احنا لسه عاملين ترميمات وتجديدات وما الى ذلك ولا عشان المكان مفتوح مش هيكون فيه تأثير قوي وزي ما قلنا كده 1400 سنه الاثر قائم ومحتفظ برونقه يبقى قادر ان هو يكمل عادي؟ طبعا شارع المعز بتاعنا لما كان في الاول كان معظم اللي شغالين فيه كان صناعات كلها كانت مضره بالاثر وبيئه الاثر بعد سنه 2000 كتير جدا من الورش اللي كانت موجوده اللي كان فيها مسابك لصناعه الألمونيا والنحاس معظم الورش دي كلها طلعت بره شارع المعز اتنقلت واتعملت حاجات تخدم السياحه من الحاجات اللي بتخدم السياحة المقاهي والكافتريات وأماكن الاستراحات المطاعم ده كله خدمات للسياحة في عندنا مطاعم هتطلع مثلا مداخن المدخنة دي هتطلع لأن في مشاكل
مشويات وفي طبيعي انت عارف حضرتك يبقى في مداخن طبعا. ففي اشتراطات عندنا مع كل مثلا مقهى بيتعمل، مع كل مطعم بيتعمل، في المدخنه بتاعتك فين اتجاهها، فين اتجاه الهواء، فين ببعت اشتراطات ان ده بيتم مراعاه دوت، بيتم مراعاته، وببعت اشتراطات دي كلها مع الترخيص اللي جاي لي من الحي، ببعت الحي يراقب النشاط ده سواء كان في اداره البيئه اللي عنده ان هو ما يدورش الاثر. لو المدخنه دي قريب من الاثر بعمل لها ازاله وبتبعد، وبيبقى في غرامات للمخالفين وما الى ذلك طبعا، وفي ازاله لو كمان المطعم نفسه او المكان هيضر بالاثر بعمل له المحاضر بتاعته ان هو متعدي وممكن كمان يتزال المكان. المقاهي بتاثر برضو، المقاهي والشيش والكلام ده ما انا خليها بقى يعني انا بس عارف ما فيهاش خطوره يعني الشوارع مفتوحه يبقى الامر جاي. طيب نكمل مع حضرتك يعني ايه باقي المزارات الهامه للغايه في شارع المعز. زي ما بقول لحضرتك الناس تبقى في بلدها بتتكلم انها ما هتروح مصر لازم تسهر في شارع المعز. طب ايه باقي الاثار اللي تعتبر محط جذب شديد واهتمام؟ يعني زي ما اتكلمنا كده عن السحيمي اكيد هناك اماكن اخرى ذو اهميه خاصه داخل شارع المعز. احنا طبعا الروعه والجمال كله لما نخش من بوابه الفتوح بنخش على طول على جامع الحاكم، بالاضاءه بتاعته بالليل حاجه رائعة. قمه في الروعه والجمال. بنحكي طبعا لو في معانا مجموعات نحكي عن الحاكم وسيرته، وان الجامع ده كان بره خارج اسوار القاهره القديمه ودخلت بعد كده الاسوار لما بدا الجمال يوسع المدينه، وبنحكي فين سور المدينه الاول كان فين، بنكمل الزياره بتاعتنا في الشارع وبنحكي عن اصل الشارع كان ايه، واحنا ماشيين في الشارع بنشاور للناس ان الشارع اللي قدامنا ده شارع امير الجيوش او بدر الجميل او مرجوش، اللي فيه حمام الملاطيلي المشهور بتاعنا، حمام للسيدات والرجال ولحد النهارده لسه شغال. بنكمل زيارتنا وبنشوف صلح دار وسبيل صلح دار واهميه انشاء الاسبله على الشوارع الرئيسيه لخدمه الماره مجانا وتقرب لله طبعا، نعملها زي سليمان اغا صلح دار سبيل ومسجد وكتاب، منشاه كامله معماريه. ونكمل زيارتنا طبعا هنخش بيت السحيمي، هنكمل الزياره لجامع الاقمر وسبيل عبد الرحمن كتخدة، كل مكان فاحنا بنشوف فيه جمال روعه تانية. بندخل كمان حمام زي حمام السلطان إينال وبنحكي عن المكان لا يكتمل الا بوجود البشر بالحق. بمعنى النهارده انا عندي مكان اكثر من رائع اسمه شارع المعز، واثار 29 اثر وشغل لعملات دوله على اعلى مستوى وتحديث وتطوير وصيانه، ولكن في الاخر مين اللي هيقول الحدوته؟ يجي هنا دور المرشدين السياحيين المصريين اللي بيتمتعوا بكاريزما كبيره لدى السائحين الاجانب. النهارده كل ما كان المرشد متمكن جدا من معلوماته، وكل ما كان عنده حته الكاريزما في الالقاء وازاي بيوصل المعلومه، بتلاقي السائح الاجنبي وماشي على قد ارتباطه بانه عايز يرجع يشوف المكان، على قد ارتباطه بالمرشد السياحي اللي صاحبهم على مدار الرحله. يعني النهارده ممكن يكون زورنا شارع معز 10 مرات، ولكن وانا بسمع قصه أثر من ضيفي أنا حاسس بمتعة مختلفة. ليه؟ لأنك بدأت تعيشني في الأجواء كانت عاملة إزاي، هنا كان بيحصل إيه، هنا مين اتحرك، المسارات كان شكلها إيه، المكان ده كان خاص بالأسبلة إيه، مكان للتعليم، مكان للعلاج، مكان. إذن خلينا نقول بس إن المكان لا ينفصل عن الإنسان، ومصر تكتمل بأبنائها. مرشديننا على اعلى مستوى والحقيقه وليهم رونق كده في الحدوته. اتفضل، انا اسف على المقاطعه والله، بس كان لازم يعني حق الناس اللي بتشتغل هذه الايه الشغلانه او اللي بيقوم بهذا العمل المهم للغايه. شكرا حاجة. بالنسبه بنحكي طبعا عن الامثله المرتبطه الشعبيه بتاعتنا، المثل بتاعنا اللي اختش ومات، وبنحكيه عن سبيل عبد الحمام السلطان إينال، والحكايه بتاعتنا ان لما حصلت حريقه وامتدت الحريقه في حمام السيدات الستات اللي اختشت ماتت. فبنربط شوية اللي خاف يخرج في الحريقة يعني ده أصل المثل يعني. المثل بتاعنا بالأثر الموجود ده بيفضل موجود في كيان الزائر اللي معايا سواء كان مصري أو أجنبي. بنخش بعد كده لأجمل سقف زي ما قلت في العالم الإسلامي كله، سقف مدرسة خنقات سلطان برقوق، سلطان من مليك الجراكسة، بيعمل مدرسة بيحط بصمة لاسمه في شارع المعز، بتفضل موجودة ويتذكر اسمه لحد النهاردة من 650 سنة فاتت لحد النهاردة اسمه موجود، بيعمل تقرب لله، وفي نفس الوقت هو بيثبت أقدامه في التاريخ بمعنى صاحب الأثر ده، مدرسة ومدفن لنفسه وخنقاء لإقامة الصوفية المتصوفين المنقطعين للعبادة. أيوة. جنبيه على طول مدرسة الناصر محمد بن ألون اللي حكم مصر 3 مرات، وفي المرة الأخيرة حكم 35 سنة مرة واحدة. عنده جامع ضخم جدا في الشارع عندنا في القلعة. جنبيه مجموعة ضخمة معمارية عملها أبو سلطان المنصور ألون، واحد من أقوى السلاطين في المماليك البحرية، عمل
مدفن لنفسه وأجمل مدفن في العالم الإسلامي كله، بيليق بسلطان مصر والعالم الإسلامي. عندنا مدرسة لتعليم أولاد المصريين، تعليم ببلاش، إقامة كاملة ببلاش، كمان مدرسة كمان بمرستان مستشفى لعلاج المصريين بكل الأمراض اللي كانت موجودة، كان بيتعالج في مستشفى ألون، كان بيطلع منها حاجة اسمها الترياء العظيم اللي ما كانش موجود في العالم الإسلامي كله غير في مصر، وكان بيطلع من مصر ويتفرق على كل العواصم العالم الإسلامي من خارج من مدرسة السلطان ألون الموجودة في شارع المعز. عندنا مدفن عظيم للسلطان الصلاح نجم الدين أيوب، كان هو له الفضل الكبير في تأسيس دولة المماليك البحرية، وهو اللي اشترى قطز وألون وبيبرس والمجموعة الضخمة دي اللي صدوا عن العالم الإسلامي كله خطر المغول. بشان المعز بتاعنا في فخامة وفي روعة، ومدرسة كبيرة لتعليم العمارة الإسلامية، وفي عناصر جذب سياحي غير متوفرة في أماكن أخرى. طيب، الدولة شغالة وإحنا شغالين وعناصر الجذب متوفرة، ويتبقى العنصر البشري زي ما قلنا، ولكن هذه المرة أتحدث عن المواطن، الشباب اللي موجود في هذا الشارع، التعامل مع العنصر الأجنبي، التعامل مع السائح الأجنبي. هنا في شوية يعني رولز زي ما بيقولوا كده، مفترض أنها تتوافر. يعني أنا السائح جاي علشان يستمتع بالمكان، وفي نفس الوقت ما يبقاش في نوع من أنواع المضايقات أي ما كانت، أو ما فيش نوع من أنواع الإزعاج أي ما كان. أنت في الآخر بتدي صورة جميلة لبلدك، الدولة جهزت وأسست القائمين على المكان بيشتغلوا 24 ساعة عشان خاطر يقدموا أحسن خدمة حتى ولو بالإلقاء وبالحدوتة وبالحكاية، توفير سبل الراحة كاملة، ويتبقى كيفية التعامل مع الأجنبي داخل الأثر السياحي. دايما لسنوات بنتحدث عن تعديل السلوكيات في التعامل مع السائح الأجنبي، يعني ما ينفعش أحاول مثلا أفرض عليه بيع شيء هي الحاجة معروضة، اللي عاوز ياخد حاجة ياخدها، مش عاوز ياخد خلاص ما فيش مشكلة، انت عارض أفضل حاجة وأجمل حاجة وأعلى كواليتي وحاجة مبهرة جدا، عاوز مش عاوز مش شرط يبقى الموضوع بوشينج. برضو إذا كان الأجانب بيتحركوا براحتهم في الشارع، من المفترض ان ما يبقاش فيه نوع من أنواع المضايقات أيا كان من الشباب اللي لسه صغير يعني أو يعني. فأنا عاوز أعرف حضراتكم بتتعاملوا إزاي لو هناك أي شكوى من السائح الأجنبي أثناء تجوله في شارع المعز، وده آخر تساؤل ساعة. طبعاً ده شارع المعز وحضرتك قلت إنه شارع مفتوح فيه شباب صغيرين ممكن يضايقوا الأجنبي. عندنا شارع المعز فيه شركة أمن خاصة مع شرطة السياحة والآثار المتعاونين جداً في الموضوع ده. الشارع رغم إنه مفتوح طبعاً هنلاقي فيه سلبيات كتير أو بتحصل، بنقدر نتعامل على قدر الامكان. وكمان في اداره عندنا في وزاره الاثار اسمها اداره الوعي الاثري، بتحاول تعرف ان المصري الموجود ده خلي بالك الاجنبي ده جاي لك عشان يفيدك مش جاي لك عشان يضرك، فلازم تتعامل معاه بطريقه طبعا كويسه تقدر انك انت تتكسب منه، بس طريقه معقوله عشان الاجنبي ده جاي لك مره واثنين وثلاثه ومقبوله من طرف تاني. يعني اتعامل زي ما انت عاوز، بس الطرف تاني يبقى متقبل الامر، ما يبقاش في اعتراضات، ما يبقاش في شكاوى، ما يبقاش في اي حاجه، وهتفضل برده لاكتمال المنظومه الجميله. بس يعني مش الصور الورديه طبعا موجوده على طول، لكن برضو لازم شويه مشاكسات كده هتفضل موجوده، بس احنا قادرين على التعامل مع امر بشكل حضاري. طبعا طبعا. استاذ محمد خليل عطيه، مفتش اثار بوزاره السياحه والاثار، حضرتك نورتنا وشرفتنا، مزيد من التوفيق في العمل يعني طبعا، ومزيد من نجاحات السياحيه المصريه. مصر حقيقه بدات تصدر مشهد في اكثر من اتجاه على الصعيد السياحي. مرة تانية بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا، لحد ما بنوصل معكم لاختتام حلقتنا لهذا اليوم، وغدا فريق عمل جديد.